بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن Geothermal Heat Processes، هي عمليات الحرارة الجوفية. عشان نفهم الحرارة الموجودة في باطن الأرض كيف إن هي تنتقل، لازم نفهم تركيب الكرة الأرضية وخصائص طبقات اللي تتكون منها الكرة الأرضية. نحن حكينا بشكل مختصر في السابق قلنا الكرة الأرضية تتكون من ثلاث طبقات، هي الكراست والمانتل والكور. الكراست هي أقل الطبقات سمكاً، وهي الموجودة بالأعلى ويشير لها بالسهم الأخضر. طبعاً الكراست تشمل كونتيننتال كراست، القشرة القارية، والأوشانيك كراست هي القشرة المحيطية. كونتيننتال كراست هي طبعاً هي تشكل القارات، والأوشانيك كراست هي موجودة في قاع المحيطات. يصل بين الكراست الطبقة اللي تحت منها اللي هي المانتل فاصل يسمى بموهو لاين. بعد هذا الفاصل تصير فيه تغير في خصائص الطبقات اللي هو بدون ما يزول عن طريق السايزميك داتا. المانتل هي أكبر طبقات سمكا، ونقدر نقسمها إلى اثنين لجزئين، أبر مانتل ولور مانتل. اللور مانتل هو الجزء الأكبر في طبقة المانتل بشكل عام. أما الكور فهي تقسم إلى اثنين، الأينر كور والأوتر كور. الأينر كور هو يتكون من حديد ونيكل، هو موجود في حالة صلبة. أما الأوتر كور فهو نفس تركيب الأينر كور لكن موجود في حالة سائلة. والصهير الموجود في الأوتر كور دائما موجود في حالة كونفكشن كارنت، وحركة هذه هي تسبب المجال المغناطيسي للأرض. الآن نقول شنو هو الاختلاف ما بين الحرارة ودرجة الحرارة. درجة الحرارة هي خاصية المادة، خاصية أي شيء. نقول شنو درجة الحرارة. أما الهيت هي الطاقة اللي تسري في المادة أو في السبستنس اللي عندنا. بسبب ايش؟ بسبب وجود اختلاف في درجات الحرارة من جزء لآخر، وهذا هو السبب الرئيسي لانتقال الحرارة، وجود اختلاف في درجات الحرارة من جزء لجزء آخر، فيصير في انتقال من الجزء الساخن إلى الجزء البارد. وعشان يصير انتقال في ثلاث طرق لانتقال الحرارة: الكوندكشن، كونفكشن، اند راديشن. لما ننظر للرسم او الشكل على اليمين لاحظ في وجود مقطع اخر للكره الارضيه، نفس ما قلنا ثلاث طبقات مقسمه، ونلاحظ الاسهم اللي على اليمين ان السهم المستقيم هذا يشير الى كوندكشن، اما السهمين القوسين هنا يشير الى كونفكشن. فنلاحظ ان الكوندكشن في المنطقه الموجوده في الاينر كور والاوتر كور، حيث ان الاينر كور زي ما قلنا انه موجود في حاله صلبه، في حاله ساخنه جدا جدا، درجه حراره عاليه زي ما موجود عندك في الكيرف الموجود عندنا اليمين هنيين، ان درجه الحراره في الاينر كور تقارب 6000 او تفوق 6000 درجه مئويه، وتبدأ بالانخفاض تدريجيا كلما صعدنا إلى الأعلى. إذا الحرارة تنتقل من الأينر كور للأوتر كور عن طريق الكوندكشن. أما في الأوتر كور فنجد فيه حركة كونفكشن كانت لوجود صهير، لأن قلنا أن الأوتر كور يتكون من إيش؟ يتكون من سوائل، من سائل، مادة سائلة، من صهير، مواد منصهرة، حديد ونيكل مو صهير. أما الأينر كور يتكون من حديد ونيكل لكن في حالة صلبة. نفس الشيء في المانتل، نجد أن الكونفكشن كارنت هي موجودة وهي السيئة، ثم تعاود الكونفكشن كارنت في الجزء الأعلى من المانتل أو في طبقة الكراست.
تحطه عن الكوندكشن مو الكوندكشن. الكوندكشن هو المسؤول عن انتقال الحرارة في الأجزاء الصلبة للأرض، كل الأجزاء الصلبة للأرض وبدرجة كبرى أو بدرجة خاصة في طبقة الكراست اللي هي أنا مذكولها بالبيتوسفير، لأن الكراست أيضا يرمز لها بالبيتوسفير أو تسمى بالبيتوسفير. طبعا زي ما نلاحظ على اليمين إن الكوندكشن أو في الكوندكشن بروسيس الإنرجي اللي هي الطاقة تنتقل بواسطة الالتصاق أو التلامس المباشر، يعني الطاقة الكامنة تنتقل من الجزء الساخن عن طريق الجزيئات أو جزيئات الجزء الساخن إلى جزيئات الجزء البارد. لاحظ عملية إزاحة الجزيئات، إنما إن الجزيئات أو الذرات تهتز اهتزاز الذرات يهز الذرة للجوارح وهكذا، يبدأ كل ذرة تتأثر بالحرارة تهتز ثم تهز الذرة للملاصقة لها وهكذا، إلى أن بهذه العملية شنو تبدأ تنتقل إيش؟ تنتقل الحرارة من الجزء الساخن إلى الجزء البارد. ثم عندي الكونفكشن. يميز الكونفكشن عن الكوندكشن إن الكونفكشن خاص بالفلويدز، هو انتقال الحرارة أو انتقال الطاقة الحرارية خلال السوائل. لاحظ الرسم على اليمين إنه يقول لك إن الإنرجي إن الطاقة تنتقل بواسطة إيش؟ حركة الجزيئات أو بواسطة الحركة الجماعية للجزيئات. طبعا قلنا إن هي تنتقل في السوائل وأيضا حتى في الهواء. فإذا فرضنا إن في وعاء وفيه مياه وبديت صخن في المياه، المياه موجودة في الأسفل هتسخن طبعا هي في الأول، ثم هتقل كثافتها وهتزيد درجة حرارتها، فلما تقل كثافتها هتصير فيه هتبدأ تيارات الحمل بتاخذ وضعها ويبدأ يتحرك الماء الساخن إلى أعلى لأن أقل كثافة، والماء الموجود في الأعلى مازال ما سخنش لأن هو أكثر كثافة هينزل إيش؟ هينزل الأسفل. وتجد هذه العملية تحدث إلى أن تصل المياه كلها إلى مرحلة إيش؟ توازن درجة حرارة لمرحلة اتزان. وطبعا زي ما ذكرنا إن الكونفكشن كارنس هي المسؤولة عن تكون المجال المغناطيسي للأرض بوجود كونفكشن كارنس في الأوتر كور ووجود أيضا كونفكشن كارنس في طبقة المانت. عملية الكونفكشنز نقدر نصنفوها وفقا للسريان، طبيعة السريان إلى نوعين اللي هي forced convection والnatural or free convection. وزي ما موضح في الرسم إن forced convection لما سريان السوائل تسبب قوة خارجية mechanical or external winds على سبيل المثال مراوح أو مضخات أو رياح، بينما natural or free convection تسبب عملية قوة الطفو في السوائل بسبب وجود اختلافات في الكثافة. وجود اختلاف الكثافة بسبب وجود اختلاف في درجة الحرارة للسوائل الموجود في الأسفل عن السائل الموجود في الأعلى. العملية الأخيرة في عملية انتقال الحرارة هي radiations. في radiation الطاقة تنتقل بواسطة الإلكترومغناطيك radiation أو electromagnetic waves، وكمية الطاقة المشعة أو المنبعثة من ذرة أو جزيء واحد هتساوي النقص في الطاقة الكاملة ليش لمكوناتها. وطبعا الراديشن بروسيسس لها أهميتها كبيرة جدا أو درجة كبيرة في الأيرث سيرفيس على سطح الأرض في القشرة الأرضية والهواء الجوي.